خبر مفرح، خبر يرفع الراس زي ما بنقول. مدينة سانت كاترين، المكان اللي بيجمع بين الجمال الطبيعي والهدوء الروحي، المدينة حصلت على جائزة AFASU كعاصمة للأديان والتسامح والسلام والسياحة في العالم. الجائزة دي مش بس تكريم، لكن كمان اعتراف عالمي بدور المدينة في تعزيز قيم التعايش السلمي بين الثقافات والأديان المختلفة. طبعا المدينة دي مش بس واحدة من أجمل المدن في جنوب سيناء، لكن كمان بتعتبر من الأماكن المقدسة اللي بتجذب الزوار من كل أنحاء العالم. الحقيقة الاحتفالية اللي اتعملت كانت حلوة قوي، اللي حضرها كمان مجموعة من الشخصيات العالمية والمحلية، وكان ده وسط أجواء كده من الفخر والاعتزاز. محافظ جنوب سيناء دكتور خالد مبارك عبر في كلمته عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، وقال إن سانت كاترين مش بس مدينة تاريخية لكن كمان رمز للتسامح والسلام، والاحتفال ده مش بس هيكون ذكرى جميلة في قلوبنا لكن بداية جديدة لفتح أفاق أكبر لتنمية السياحة وتحقيق رؤية مصر 2030. كمان المفاجأة كانت في الفعاليات اللي اتعملت خلال الاحتفال، عروض ثقافية وفنية بتعكس التراث المصري الأصيل، وكمان ندوات عن أهمية التسامح والتعايش. فعلا سانت كاترين بقت وجهة سياحية عالمية وكمان رمز للأمل والسلام في العالم كله، وده اللي بيخلينا فخورين جدا بما تم على أرضها. ده غير طبعا مشروع التجلي، مشروع التجلي الأعظم اللي هيحول سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية بالفعل من خلال تطوير مرافق وخدمات مميزة هتسهل على الزوار الاستمتاع بتجربتهم. وهيضمن كمان المشروع إنشاء مراكز ثقافية وسياحية وفعاليات متنوعة بالإضافة لمشاريع تحسين البنية التحتية. الحقيقة الحلوة قوي كمان أن الاحتفال ده جه تزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، واللي بتمثل نقطة تحول في تاريخ مصر وبتفتح باب جديد للتنمية في سيناء. النهاردة خلال الحلقة هنتكلم مع حضراتكم أكتر عن تفاصيل هذا الحدث، وهنستعرض مع بعض أهم الإنجازات اللي حققتها المدينة أو مدينة سانت كاترين، واللي بتمتاز بجمال طبيعتها وجوها الروحي وكمان تاريخها العريق. مع المشروع الجديد هنشوف إزاي هتتحول سانت كاترين لنقطة جذب جديدة بتعكس جمال مصر وتنوع ثقافتها. الحقيقة حاجة تخلي الواحد كده مبسوط وفخور إن هو يبتدي يومه بخبر زي ده. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.